مستنهم لحد دلوقتي. داليا. ايوه داليا، امال مين؟ هيفاء وهبي والمصحف تلاقيك كنت قاعد بتحلم بيها طول الليل. اقعد يا داليا، عايز اتكلم معاكي شويه. لا اقعد فين وانت كده هو؟ لا انا هتاني واقفه في النور. اليومين دول هم انا بسمع عن حالات تحرش كتير، الرجاله اتهبلوا. تحرش ايه ورجاله اتهبلت؟ يا اتحرش بيك انت يا شيخه، حرام عليكي. وكنت نقي شويه. طيب اقعد. اقعد 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 يا داليا، انا فعلا مكفيني. ليه يا استاذ كفالة الشر؟ مالك فيك ايه؟ عم محمود يا داليا، عم محمود باع القضيه للجوكر صاحبك. ايه؟ وايه اللي خلاه يعمل كده هو؟ مش عارف يا داليا، واضح ان الفلوس بقت اهم حاجه دلوقتي. تفتكر لو كنا خدنا الفلوس من القناوي مش كان هيبقى عادي ولا مش عادي؟ بتش فاهم حاجه خالص. طبعا لا يا استاذ. طب ده نامي لسه حكى لي قصه كده هو من امك. امك قبل ما تقولي امك يبقى حكايه طويله. فاشرب سيجاره كده. ايه؟ امك. مفيش سجاير على الريق دلوقتي، انت لسه ما اكلتش حاجه. القصه بقى اللي امي كانت بتقولها لي، كان في واحد جارنا كده ساكن في الشارع اللي ورانا اسمه عم جمال. عم جمال ده هو عنده 6 عيال، عايش هو والست عيال وامهم وامه وحماته في بيت واحد، مش بيت، عايشه كده هو فوق السطح. المهم الراجل ده هو كان بيشتغل بالنهار كمساري على مستورد، وبالليل بيروح ينظف عربيات في شارع عبد العزيز. المهم في ليله من ذات الليالي كده هو وهو بينظف العربيه لقى فيها فلوس. لقى فلوس؟ لقاها ازاي؟ مش فاكره يعني تحديدا يعني في المقطوعه ده يعني في القصه، بس المهم لقى فلوس كتير 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 جدا، يجي 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ يعني هي الفلوس الكتير بالنسبه لك 10,000 جنيه؟ 10,000 جنيه يا مؤمن، ده اللي يجيبه يجي 50 طقم من فيفينوس. فيفي ايه؟ فيفينوس. سيب بس البتاع ده، هي هكمل لك القصه. المهم بعد كده بعد ما اخذ الفلوس قال خلاص دي رزق عيالي بقى، راح للعيال البيت، قام داخل استحمى. قبل ما يستحمى، انا اسفه القصه يعني عشان طويله انت عارف. المهم قام داخل ريح له كده شويه، صحي بقى اتشطف وحمى العيال وحمى امهم، وبعدين اما وحمى حماته وخلانه والشارع كله. وبعدين يا داليا وبعدين؟ وبعدين استاذ بتضحكني والله. بتضحكني ليه؟ انا بحكي لك بجد. المهم حماهم كلهم يعني، بعد ما حمى كل الناس دول هم بقى قال ايه، هياخدهم ويروح يعشيهم عشوه كده حلوه. خدهم وعشاهم وداهم السيمه، رجع لقى العشه محروقه. في حد رمى عقب سجاره او المصحف، رمى عقب سجاره في العشه ولعت فيها كلها، مسكت في الغسيل الاول بعدين ولعت بقى في العشه كلها. بعد بقى ما طفوا العشه بقى والزيطه والزمبليطه دهيا، لقى الفلوس كمان اتحرقت. الفلوس اتحرقت؟ كل الولعه دي كلها والفلوس اتحرقت؟ طب انا عايز اعرف حاجه يا داليا، يعني ايه القصه المستفاده من اللي انت قلتيه ده كله؟ انا هقول لك بقى امي قالت لي ايه ومتى. امي قالت لي الفلوس الحرام فرحتها حلوه بس نكد هيغم. شفتي؟ هما كلمتين في الاخر، نكد هيغم الفلوس الحرام. شفتي كلمتين في الاخر هم. ايه بقى لازمتها القصه الطويله دي كلها داليا؟ ليه؟ عشان لازم اعيشك معايا في القصه يعني. طب فكر كده، هو ربنا ليه خلاك انت بالذات يحصل فيك كده؟ ليه يا داليا؟ انا هقول كويس ان انت سالتني ليه. علشان يا استاذ تركز بحق وحقيقي، تركز في القضيه الحقيقيه. صاحبك يا استاذ احمد قاسم اللي دمه مغرق النت دلوقتي، الراجل ده هو لازم تاخد له حقه ولازم تاخد بطاره. يمكن القناوي كسب القضيه صحيح، انما قضيه خسرانه. قضيتك انت يا استاذ كسبانه، قضيه شعب بحاله، شعب مصر اللي طلعان عينه بقاله سنين فقر وظلم وكل حاجه وحشه. انا مش مصدقه ان لحد دلوقتي انت كل الكلام ده هو ما حوقش فيك. ما تقوم يا راجل صلي لك ركعتين. حاضر يا دنيا. حاضر حاضر حاضر. يا استاذ ادعي لربنا، ده احنا ملناش غيره. صح يا داليا، احنا ملناش غيره. صح. ايه الاخبار يا دكتور؟ تمام، ما فيهوش حاجة، بس زي ما تقول كده في شوية اختناق. حضرتك كويس؟ أنا تمام الحمد لله. طيب، بعد إذنك. اتفضل. مؤاخذة بس، ما لحقتش أشكرك على اللي عملته معايا. هتشكرني بعدين. مش غريبة برضه، هي دي الشرطة فعلا بتخدم البلد بجد، مش بتضربهم وبتعذبهم في الشوارع، بتقول عليهم بتوع مخدرات. ما تتكلمش في حاجة أنت مش فاهم فيها. مودي كان حبسك، جوز أمك. والله يزارني في حاجات كتير فاتتني معرفهاش. أنت مين قال لحضرتك الكلام ده؟ ازاي مين اللي قال؟ ده شغلي. كان حبسك ليه؟ اصل ضربته وضربته قدام امي. ضربته ليه؟ يا باشا دي مشاكل عائليه ما تشغلش دماغك بيها. حسام انطق. ايوه كده يا باشا، هي دي الشرطه اللي انا اعرفها، شغل المباحث بتاع زمان الحلو ده. مودي كان بيورد كوكايين لاحمد قاسم. مش عارف يا باشا،
انا كل اعرف ان هو احمد قاسم كانوا اصحاب. حسام انت عايز ايه؟ عايز الكامب يا باشا. مش هيحصل، مش دلوقتي. لا هيحصل، وغصبا عن ادخل تخين في البلد دي، لانه حقي واخده. بعد اذن حضرتك محتاجين بس بتاع عشان في شويه اجراءات كده لازم نخلصها. هضمن انا. بتهيألي دي اول مره حد يسالك على بطاقه يا باشا. واخر مره. شكرا. ما شاء الله يا باشا، ده ابنك؟ ايوه. عقبالك يا رب. بس انتوا تسيبونا نعيش شويه. هسيبك تعيش شويه، بس هشوفك تاني. الحمد لله على السلامة. باشا أنا متشكر. أنت دي فين؟ هنا؟ هاي صح ودي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا ربي. ميري كريسماس. ميري كريسماس تو. هستأذنك في الأولاد عشان أعلمهم صلاة العيد وموديل الحج اللي احنا عاملينه. اه طبعا اتفضلي. هو النهارده؟ اه النهارده. مس جلال قالت نعمله في بداية السنة الجديدة عشان الولاد يحسوا بالعيد. طب كويس. على فكرة أنا قريت المقال بتاعك، بجد بجد تحفة. اوعي تبطلي كتاب. هبطل أكتب لما تبطلي تقري. وأنا مش هبطل. طب يلا يا ولاد روحوا مع مس رؤية. يلا بسرعة يا ولاد. ميادة، ميادة تعالي. في ايه يا ميس سارة؟ احنا هنقعد مع بعض عشان نكمل الشجرة، اوكي؟ يلا. قولي لي يا ميادة، هتطلبي ايه من سانتا السنة دي؟ مش هقول لك عشان سانتا بيزعل. لا مش هيزعل، ما انا هوصيه عليكي عشان انت كنتي شاطرة السنة دي. هقول له عاوزة مامي. كل أصحابي عندهم مامي إلا أنا. وانت يا ميس سارة هتعوزي إيه من سانتا؟ أنا هعوز إيه من سانتا؟ هعوز هعوز إن الناس كلها تحب بعض، وهعوز إن بلدنا دي تبقى أحلى بلد في الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سارة هو احنا ليه مش بنلعب معاهم برا؟ يا حبيبتي دول مش بيلعبوا، دول بيصلوا زي احنا كده ما بنروح يوم الحد الكنيسة. بس احنا مش بنصلي كده. ما هو كل واحد بيصلي بطريقته، هما بيصلوا بطريقتهم واحنا بنصلي بطريقة تانية في الكنيسة. بس كلنا بندعي مين؟ ربنا. وربنا لينا كلنا واحد فوق في السماء، وكلنا بندعي له بنفس الطريقه، بنرفع ايدينا لفوق وندعي يا رب. مش انت بتعملي كده؟ بتعملي ازاي كده؟ طب انا هقول لك حاجه. مش دي ايدك اليمين ودي الشمال؟ تقدري تستغني عن واحده فيهم؟ لا طبعا. اهو احنا عاملين كده، ما نقدرش نعيش من غير بعض ولا نستغنى عن بعض. الله اكبر. الله اكبر. تمام.